مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على اختيار موزيك في امريكا بسبور اليوم متابعه لاطوار مقابله الجوله الاولى مرحله البلاي اوف. ترجي تونسي الملعب التونسي، المقابله وصلت 65 دقيقه لعب، النتيجه هي تقدم الترجي 1 بلاش. بعد شويه نمشيو الملعب رادس ناخذوا كل تفاصيل اللي تعدى من هذه المقابله والدقائق الجايه. زادت بعد شويه زاد يكون معنا عادل زامود تحدثوا على اللقطات التحكيميه والحالات التحكيميه في هذه المقابله. دونك رحب بالكيب اليوم طارق سالم، اهلا وسهلا مرحبا. انا مرحبا بك حيدر، مرحبا بوليد، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. وليد ريشري اهلا وسهلا مرحبا. حيدور عايش خويا ربي فضلك، مرحبا بك. مرحبا بك وليد، مرحبا. رحبوا بدالي في الاخراج، طه في الاخراج الرقمي. دونك تغييرات الان في المقابله، بعد شوي نمشيو لاحمد عدله. ريكاب سبور حيدر الشرني، ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعه من 6:30 للسبعة متاع العشية. 65 دقيقة لعب، تقدم للترجي 1 بلاش، بونتو ياسين مرياح من ضربة جزاء. طارق وليد كيفاش شفتوا المقابلة حتى الدقيقة هذية اللي خلط علينا توا، شنو نجم نقولوا على هذه المواجهة الكبيرة الحقيقة؟ مواجهة كبيرة لكن المستوى الفني ما شفناش حاجة كبيرة. الملعب التونسي ضيع زوز فرص في الشوط الأول، معناها يميلوهم كان روحوا زوز فرص سهلة، أخطاء معناها كبيرة من الترجي، وهذا يمكن حسب رأي الترجي فما شوية غياب تركيز بعد الشامبيونز ليغ بخلاف العامل البدني. ترجي ما شفناش حتى حاجة كبيرة في على المستوى الهجومي، والملعب التونسي واقف بالقدا لكن هجوميا نجم يعمل مخير. وليد الهجري، بالنسبة لي نقول اللي ستونيزيان كانت عنده القدرة باش يسجل معناها في الشوط الأول، بوتيتر الفيزيونومي متاع الماتش تبدل. تعرف انت دي ماتش باري تسجل هدف تولي تدخل أكثر في المقابلة، تولي تدافع أكثر معناها وتمن أكثر اللي تنجم تعمل سكور به. على خاطر كي نحكيه معناها على المواجهات في السنين الأخرى ولا حتى معناها في أغلب الأوقات ديما فما أفضلية للترجي على مستوى الانتصارات، وهذايا معناها بالأرقام. تبقى اليوم كي تتحط انت في اون سيتوياسيون سورتو في الشوط الاول، استاد جبت برشا فرص اكثر برشا من الترجي، تقريبا بين 4 و5 فرص معناها، سورتو الكره نتاع جويني معناها لورلا ما فماش فرصه جديه اكثر شوت مارو معناتها. بون كل واحد ينجم يشوف فرصه نات اكثر من صحيح. من فرصه اخرى. تبقى الترجي الرياضي التونسي لقى روحه في وضعية مغايرة لدرني ماتش، معناتها الماتش النجم الساحلي وماتش متاع هلال السوداني، حضور بدني تكتيكي فريق منظم ينجم زاد يعمل على الأجانب متاعه الكل عكس البطولة أربعة فقط. هذا هو ما فما ديزاكي اللي اليوم مثلا في الميتولول ما شفتش أنا ريدو قدام الديفونس، ريت الكرة تمشي حية. أنا مثلا الديفونسور اللي هو معناها من نقاط الضعف الترجي، كي توصل الكرة حية للديفونس يلقاو برشا دي ديفيكولتي في التعامل مع ليزاتاك اللي يجيو ديريكتومون ما غير حتى كدراج وحتى معناها بريسينغ ولا اورينتاسيون. دونك باش نختم في 5 ثواني، ساتونيزيان إلا كان سجل راو توا يلعب أريحية، أما خلى روحه توا في وضعية صعيبة. هذا هو، خلينا نمشيو نشوفوا المستجدات في الماتش هذا مع أحمد عدالة من ملعب رادس. أهلا وسهلا أحمد، مرحبا. مرحبا بك حيدر، مرحبا بطارق، ان شاء الله وليد كل عام وحي بخير، يوم عيد ميلادك جوايز بالبتر وليد، وربي يفضل لك الصغيرات الكل من هوني مرات تقومش بعيد عليك منيك ان شاء الله عيد ميلادك. نرجع للمباراة، 67 دقيقة لعب هوني في ملعب حمادي العقربي بنفسك كنت منذ قليل. معناها يا أحمد معناها حتى الواحد يعمل سوربريز، معناها تجي تحرق هيلو أنت هكا في الـ في الـ في العودة. سامحني تفضل تفضل أحمد اسمع خويا كمل. كنت تفضلوا سامحني يا أحمد، كنا زعما في الأخر باش نخليو هيلو كذا حرقت هيلنا خويا بارا كامل لنا ما يسالش. هاي لا غير سامحني تفضل. المهم دونك نحب نرجع شويه على اللي صار في المباراه حيدر، كنت تحكيو انتم ملعب التونسي كان فقط جوست احمد ذكرنا باللي شانجمون اللي صاروا ومن بعد ابدا من يتحب. اي خلنا نذكركم باللي تخوا شانجمون اللي صاروا حتى تو بالنسبه للملعب التونسي ديالو في اول مباراه ليه مع الملعب التونسي كان خدامة كان بلال الماجي في 59 ويب منذ التحكيم تقريبا 3-65 جو شانجمون دوبل شانجمون بالنسبه للترجي التونسي فيهم واحد اضطراري بن حموده ياخو يخلي مكانه لرودريجو رودريغيز. بن حموده في تعرض لاصابه الشيح اللي هو يمكن تتلزه الكره كان عرض يديه في مجرد في راسه، ولكن وقت اللي زق وطاح ثم كيما لابوي خلينا نتبعوا الفرصه هذيا
فرصه للترجي التونسي، ولكن الدفاع يتصدى. المهم كونه بن حمود كان وقت اللي زق الركبه نتاعو من الويه يظن يتم اصابه على مستوى الفخذ او الركبه، خرج ديريكتومون ومشى للديسكيريت ما مشاش للبنك بتاعه. تو نكملوا بعد نحاولوا نكملوا على الساحه نتاعو. الشوجمون اللي بعده هو غشة خذا مكان بوغيرا، هذا لي تخوا شوجمون حيدر في المباراه حتى التو. هذا هو دونك الحالة التحكيمية. ترجع لك أحمد لحظات أخرين ياخذوا من عندك ديما تفاصيل مقابلة ذي. نذكر واحد بلاش 70 دقيقة لعب، بعد شوي يكون معنا عادل زامول. نتحدث على اللقطة اللي صارت ضرب الجزاء بالنسبة لي ترجي رياضي تونسي. دونك لحظات يكون معنا عادل زامول. أما في الأثناء بالنسبة للتغييرات، إذا كان عندكم تعليق تغييرات اللي صارت، هم تغييرات منتظرة معناتها خاطر بعهم ليزيترونجي بتيتر معناتها تركي باش يدخل رودريغيز مكان بن حموده، يزمو يدخل يخرج اترونجي، خرج غشه. بون كان ينجم يعمل شونجمون معناتها ممكن عمام وكي معناتها يدخل باش ينقص اترونجي معناتها، اما بون بوتيتر خاطر هو معناتها متقدم في النتيجه يقول لك نستحفظ على الديفونس. لوجيك معناها غشه ما قدمش مستوى باهي في الشوط الاول، وبوكرا في اعتقادي يستحق وقت لعب خاطر ينجم يكون يفيد الترجي سواء في البطوله ولا في حتى الشامبيونز. حمادي دو يبدو انه معناها راضي على الاداء، لابروف انه ما عملش شونجمون، يمكن في الدقائق القادمه او فما شونجمون في الدقائق القادمه. اول تغيير باش يكون في صفوف ثاني تغيير صحيح في صفوف الملعب تونسي. دونك بعد لحظات يكون معنا عادل زامون. شنو تعليقك على اداء الملعب التونسي وليد؟ مدى محترم جدا الحقيقه بخلاف الفرص، فما 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 فكره على التيران، فما فكره مش قاعد يلعب بطريقه مش مفهومه الملعب التونسي، فما فكره، فما ملاعبيه تخرج بالكره بطريقه سليمه، فما فرص. شوف من ناحيه التنظيم معك، من ناحيه جوده اللاعبين عنده لاعبين معناها على مستوى ومحترمين، وزيد في الميركاتو الاخراني عملوا معناتها ديرون فور في لي بوست اللي يلزمهم يدعموا. تبقى انا ديما نقول اللي الملعب التونسي فريق يلزمه معناتها يلزمه يعمل حاجه معناها باش يظهر اللي احنا معناها عندنا دي تراديسيون. اوكي معناها ما هزش الشامبيونا في العشرين سنه الاخرانيه ولا 30 سنه، ممكن هز كاس تونس، اما قبل فريق عنده تاريخ وقعدت فيها كل حكايه كلي هاكا هانا نلعبوا هانا موجودين. وكان كان عملنا ريزولتا بوزيتيف عملنا، ما عملناش مثالش وما فيها باس. خويا احنا نحبوا اليوم الشامبيونات نتاعنا يطلعوا فيها دي زيكيب اللي ينجموا معناها ينافسوا. انا نشوفه في ستاتونيزيا اليوم قاعده تنافس، تبقى هاي قاعده معناتها الرات اون شانس اللي تنجم تخليها اليوم في البلاي اوف منافس جدي بالإفكتيف اللي عندها. علاش انت تيرات معناها نومبر دوكازيون باري، ومن بعد تقعد انت تحط في يدك على خدك والله كان ماركينا والله مفهميش في الكرة. راو في الكرة يلزمك تحضر روحك، مدرب يزمو يحضر اللاعبين متاعو، واللاعب يزمو يحضر روحه كيف يتحط في ماتش ديسيزيف وماتش اللي معناتها الأنظار الكل متجهة ليه وأوريونتي الناس كل تستنى في الرونديفو هذي. يلزم خويا تسجل لزوكازيون ويلزم تنتصر وتمن بنفسك، سينو راهو ما عندك وين توصل. هذا بالنسبة لي أنا شنو معناه رأيي في جمعية سورتو كما الملعب التونسي. هذا هو. خلينا نمشيو للحالات التحكيمية في المقابلة ذي. عادل زامول موجود معنا بالتليفون، أهلا وسهلا خبير التحكيم عادل زامول. شنو كان معنا بعد على خشبيه ديما لازم فما مشكله مع عادل زامول في التليفون في 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 الدنيا. باه نذكروا غيلان الشعلالي ياخذ بلاصه زكريا العايب دقيقه 71. دونك بعد لحظات يكون معنا عادل زامول تحدثوا على لقطه ضربه الجزاء شنو اللي صار فيها. باه في الاثناء انا شو احمد عداله ناخذ شويه في شنو قاعد يصير في الماتش، وبعد شويه يكون معنا عادل زامول.
احمد اهلا وسهلا بك حيدر. مره اخرى كما كنت تحكي انت زكريا العابي خلي مكانه لغيلاني الشعريلي وبن حميده يعطيه شرط القياده في نفس التوقيت. خليل عياري اخذ مكان اماتن داو في صفوف الملعب التونسي. فوسفر فوسفر يلعبوا في وسط الميدان في الاثنين زاد فينا باش نشيروا لكونه جماهير الترجي التونسي قعدت 23 دقيقه صامته في الفيراج ما غنيتش ما شجعتش تضامنا مع زوج احبات اللي تم في اصدار زوج بطاقات اذا اعتذروا في شانهم. نواصلوا انتبهوا المباراه في الدقيقه 75 في ملعب حمد العقربي برادس ومخالفه لي الملعب التونسي تحط عليها هيثم الجويني تقريبا في قبل شويه السونتر المخالفه هذه للملعب التونسي. وكما كنت تحكيه ملعب التونسي كان اكتف اكثر خاصه في الشوط الاول لكن الترجي التونسي بخلاف الخطا الدفاعي اللي كان واضح وجلي بتاع ياسين مرياح كان سوليد شويه في الدفاع لانه برشا محاولات كانت في الشوط الاول للملعب التونسي. الخطا اللي قام به ياسين مرياح بعده هو بشويه كان تحصل محمد بن علي على ضربه جزاء اثر تاكل تدخل من حمزه الخضراوي وحولها ياسين مرياح الى هدف. رجعوا تبعوا الكره في مناطق الترجي التونسي في كره لظل العيفي 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 مع ينصار يرجع الكره يعطيها لديالو ديالو في اول مباراه لعب حتى طويل او مباراه لي مع الملعب التونسي ترجع الكره لنزال العيفي العيفي نزال 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 شنو يعمل يوزع في منطقه ال 18 وياسين بعد الكره يحطها ضربه تميز زاد كيف كيف فما حاجه ما زلناش نساوها لباغاد اللي كان عملها امان الله ما ميش خلاو الترجي التونسي في المباراه هذه وخلاوه يرجع وياخذ اكثر ثقه في روحه. الكره عند لامين نداو نداو لامين نداو يرجع الكره التالي ل لمروان الصحراوي صحراوي ثم حمزه بن عبده يطلب كره داي حي يحاول يعطي الكره القدام تمشي كره ليوسف عمرو 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 اليوم في الميتون الاولانيه كان عمل زوج تسديدات خطيره ثم من بعد تقريبا ما شفناهاش برشا على المستوى الهجومي يا مش على المستوى الدفاعي لانه قص برشا كور رميت مخالفه للملعب التونسي ضمن لعبيه شوفيهم على ارضيه الميدان في تقريبا في 60 دقيقه في في 30 دقيقه لعب في الشوط الثاني في المباراه زادوا 15 دقيقة على نهاية المباراة. كما تغييرات قادمة في الترجي التونسي نشوف محمد وائل الدربالي يمكن باش ياخذ مكانه نشوف في غاية الوهابي نشوف في رائد بوشنيبة والأقرب هو الأقرب باش يكون وائل الدربالي تو نشوفوا زيدوا نتأكدوا مع بعضنا خلينا نتبعوا المخالفة نكملوا معك المخالفة عبد نكملوا معك المخالفة باهي نكملوا المخالفة المخالفة باش تتنفذ من الجهة اليسرى اليمنى لهجوم الملعب التونسي كل لاعبي الملعب التونسي في منطقه الترجي التونسي بخلاف حمزه بن عبده او تقريبا حمزه بن عبده هو اللي قاعد في الخطوط في الخط الخلفي تكون ممكن اكثر من الملاعبيه كلهم الملعب التونسي موجودين في منطقه ال 18 نتابعوا المخالفه في انتظار تنفيذها تتنفذ المخالفه في منطقه ال 18 كونتراج وامان الله ميميش ياخذ الكره بكل سهوله عندك خط حي هذا هو. شكرا لك احمد نرجع لك بعد لحظات نذكر ديما ربع ساعه قبل نهايه المقابله تقدم ديما للترجي واحد بلاش بونتو ياسين مرياح من ضربه جزاء ضربه جزاء حطوا فيها مع عادل زامول موجود معنا بالتليفون. اهلا وسهلا عادل مرحبا اهلا بك حيدر واهلا بالاخيان. شوف هي تقريبا حاله واحده اللي تستاهل حاله واحده هو ماتش ماهوش معناها مشكله على الاخر مع الفار اللي كوم يسهل الفار 12 كاميرا معناها ويخرجونا التصويره معناها كيما هكاك. شوف القانون انك ثم ديويل هكا ثم تشالنج على كوره وقت اللي ديفونسور يمشي يضرب الكوره مش من حقه من بعد يضرب الملاعب واضحين معناها هذه تعليمات انك اذا كان تحط معناها اون دونجي لادفيرسير نتاعك راك فهمني تتحمل المسؤوليه مش تقول راني لعبت الكره اكاهو. في الكا كيما هذايا الملاعب نتاع ليسبيرونس خرج كره روتري الديفونسور مشى تاكل ساقه اللي قاعده وراه هي مست شوفي نتاع لاتاكون بون نقول لك انا باش نكون صريح مع روحي تيري بار لي شوفو احنا نعرفوا اللي راهي كره القدم راهي لعبه تيري بار لي شوفو معناها عبر عليه اكثر معناها بالنسبه لي انا معناها تتعطى وما تتعطاش صعيبه برشا لكن لو كونتاكت ايه لو كونتاكت موجود فهمني معناها الفار شافها تعرف اللي تم معناها برشا كاميرات الفار شافها فهمني شافها اني
اني ضربه جزاء. مش الفار انه خذا القرار، الاربيتر هو اللي خذا القرار، شاف الصوره فمني، شاف واتضح له اني هي هذيك ضربه جزاء، فما تهور. بالنسبه لهم هما، انا كنجيت انا معناها نزفر، انا من زفرش بيرنتي، هذا رايي، هذا رايي. اما هاني قلت لك انا القانون ايش يقول. القانون وقت اللي تمشي تاكل معناها للكره، تمسها الكره، ما نقولوا احنا شكون يمس الكره قبل، فمني ديفونسور يمس الكره، لكن باللون نتاعو امبورتي بار ليلون يضرب الادفيرسير نتاعو، فمني يتحمل المسؤوليه. في الكاك اسكو سي لو تو باش ترجعنا عادل، نعرف اللي داير رايك، اما ونحترم رايك في الحالات كلها، باش ترجعنا للجدل كيما بالضبط صار مع البينالتي نتاع نادي الافريقي وقت اللي تونس كامله قالت بينالتي وانت قلت لا اليوم الكاس. هذه ما قلتش انا، ما قلتش لا، الكاس. اسمعني عادي، الحكم ثبت مليح والموفيولا وكذا والفار وحتى الموفيولا في قناه الكاس تمام حمدون قال ضربه جزاء. يعني قلت لك هذا راي، وانت قلت كان جيت تزفر ما تزفرش. هو اسمع، اذا كان اللي اعطى التعليمات، راه خاطر هما تعليمات رئيس لجنه التحكيم وكان موجود، معناها فهمني عنده تو 3 ايام اعطى لو كا هذا، وانا بعثت لك شنو اللي قال في الموضوع هذا، بعثت لك فهمني. اسكو انا ديما وحدي معناها نقول اسكو اللي قالوا معناها في التعليمات هذه ينطبق على الاكسيون هذه ولا لا. انا فهمني الحقيقه فهمني لازم نعاود نزيد نشوفها مليح، ان شاء الله فهمني نخرج بقرار كيما الجماعة الكل، معناها ان شاء الله. هذا هو. شكرا لك عادل، عادل زامول خبير التحكيم. طارق ووليد، عندكم تعلقوا على ضربة الجزاء ولا نمشيو للتغييرات اذا كان عندكم تعلقوا؟ طارق، ضربة البينالتي ولا؟ انا في بالي ضربة الجزاء. ووليد، شوف انا بالنسبة ليا تعرف كيما عادل، اذا اللي تتعطاهم تتعطاهاش، نتواصل انا وعادل، عادل صاحبي وخويا، ومن الحاجات اللي نقدروا فيهم برشا وكونوا ريزونمون نتاعو انا يقنعني، على خاطر انا اوم دو تيران، انا ديفونسور، نعرف معناها كي نتكلي ونمس واحد، ونعرف معناها كي نتكلي وما نمسش واحد، داكوردو، انديبوندامون من جامع. وتعرف حيدر انا كي نتكلم راني ما عنديش لا هذا نعرف واحد لا جمعيه فلانيه ولا اللقطه. كيما قال عادل، انا جو مي روجوان لكلامه، وعندي نفس الفكره كيما عادل بالضبط. هذا البونتو الثاني للترجي هذه تونسي. نرجع لك وليد على هذا، نمشي لاحمد عدالة فقط، نمشي لاحمد عدالة. ايوا احمد، بالفعل الهدف الثاني جاء من ركنية، نعتقد كونه ثم بلاعب الملعب التونسي هو اللي مثل الكرة، حيدر في انتظار طبعا اللي عادت اللقطة التلفزيونية، لكن رودريغيز هو اللي كان ضرب الكرة بالراس، وإلا وائل الدربالي يظل وائل في انتظار إعادة، يظل وائل الدربالي الأكثرية، وائل الدربالي هو اللي سجل الهدف. كانت كورنيرا قبلها بالضبط، كانت كرة ذكية برشا مش علي نحو رودريغيز يحط الكرة كما يلزم، ولكن سامي لالي تعلق يحط الكرة في الكورنيرا هذه هي اللي جابت الهدف اللي نحكيو عليه توا. إذا سجلوه باسم الدربالي في انتظار إعادة الإعادة قبلها بشوية، ما عادش كان تحب تعلقوا على الهدف ولا نعطي زوج تغييرات اللي صارت حيث. لا نكملوا معاك مع لقطة البونت، ومش واضحة بالإعادة شكون معناها، مثلا في ديفونسور هو الملاعب اللي فرح، مثلا الدربالي هو اللي فرح، ديما هو صارت فما شكون فرح ومش هو اللي مارك، هذاك علاش ديما لازمنا. ويظهر لي قاعد يسمى يثبتوا في الفار، يثبتوا في الفار حيدر. باهي نكملوا معاك. نكملوا معاك. شوفوا امير الوسيم تم احتجاج من لاعبيه الملعب التونسي، مشاو للحكام حكاو معاه، قالوا مستناه وقاعد نسمع، يسمع في اللغيات، ما نعرفش كيف يمشي الفار ولا ما قاعد يستنى في قرار الحكم الفار هيثم جيرات. اللقطه اكيد قاعده تتعاود، بالفعل هو الدربالي يمسها، ولكن نضال العيفي هو اللي مس الكره، راهو نضال العيفي تقريبا هو اللي مس الكره، لانه راسيه وائل الدربالي ضربت في الساق اليمين نتاع نضال العيفي، ومن بعد وائل الدربالي فرح. على كل خنتبعوا امير الوصيف شو يعمل بالضبط، اسكو باش يحتسب الهدف هذايا للترجي الرياضي التونسي والا لا؟ في 36 دقيقه لعب، 81 دقيقه لعب هوني في ملعب محمد العقربي في راس، مازال يستنى في التعليمات من غرفه الفار، من الحافله اللي فيها الشاشات
اللي فيها هيثم قراب بالطبيعه ومع خليل الحسني حسبته اسكو باش يعطي باش يفاليدي الهدف ولا ايه. خلينا نفعلوا معاك احمد في الانتظار وديما الاخبار اللي جينا من عندك اذا كان باش ياكد ولا معناها كيفاش صعيبه اللقطه برشا طارق وليد اللقطه هذيا ممكن فمشي فوت فمشي ولا ممكن بيد ولا حاجه ما نعرفش شنو فاش يثبتوا ما في بالي معناتها ما فماش باش يمشي ثابت فما حاجه ممكن فمشي شكون دز ولا حاجه. وليد ما ثبتش فيها ولا مش واضحه الحاجه اللي نجم نقولها اللي احنا معناها تلمو الفار جديد علينا تقولش علينا معناها كي تبدا فما لقطه هكا ندخلوا بعضنا في ساعات نمشي نبداو فرحانين الاربيتر فرحان الناس الكل تستنى معناها يا مش نورمال فما لقطه معناها اروبوا باش نثبتوا فيها معناتها شيء يضحك قاعده تعاود اللقطه ما نعرفش اذا كان فما لمس يد اللي انت شفتها ما نعرفش مانيش قادر مليح ما نثبتوا فيها ترى في الانتظار قاعد الحكم يثبت في اللقطه قاعده تعاود ذاك ديما 85 دقيقه لعب اثنين بلاش في انتظار تاكيد هذا الهدف الاول كان ياسين مرياح الثاني وائل الدربالي من دقيقتين تقريبا والحكم يثبت بطلب من غرفه الفار يمشي هو يثبت في اللقطه هذه اذا كان فيها مخالفه اذا كان فما لمسه يد في انتظار قرار نهائي في لقطه الهدف هذايا دونك مشي ثابت معني يظهر لك دليل مشي ثابت بالك نجم تكون لمسه يد وائل دربالي ما نعرفش الحقيقه طارق وليد اذا كان شفتوا حاجه الحقيقه مانيش عارف اللقطه شنو اللي فيها دليل الفار ما تخدمش يستنى في الاعاده ما حبش تتعدى اللقطه الكرام تاع الاربيتر اللي يظل ما يخدم قال لك وليد خويا عينين راهو عينين هو قال لك فار فرحانين قطعهم قطعهم انا نقيت معناها لا الحكايه ما حبش تتعدى اللقطه اول مره تصير وليد والله العلي العظيم نعرف روحي اللي عيني ماهيش خايبه لا اوصف لها لا لا والله يا طارق لا ولا مش مني في الفار حكايه اخرى اخويا حاجه جديده مش هذايا مش مني هذايا عن طب هذايا خليني سكت خي خلينا نشوفوا اذا كان تتعدى اللقطه ولا هذايا الكورنر تلعب يطلع وائل دربالي هاي ممكن من هوني تظهر اكثر الاعاده هذايا وائل دربالي ما يظهرليش لا ما فماش لمسه يد يظهر لي على الفوت مع حناشي ممكن فما بوسكولاد ما نعرفش وائل دربالي كي خذ الكره ما فماش شيء قبلها اذا ما نعرفش يمكن رودريغيز والحناشي ممكن ما نعرفش تكون فما فوت قبل ما الدربالي ياخذ الكره نتاعو ناخذ راي احمد عداله اذا كان فما حاجه غادي يا احمد احنا قد ما ثبتنا ما فهمناش الحقيقه لا تعود نشوف ليه يقولي بثلاثة سكيت مش فقط بتشوف لك الصورة هو الحكم من يمشيه تقريبا تفيزي اللي البر ما يمشيش وما عرفش شو يعمل شوف فيه تلفت يمين ويسار قلت سليه الحكاية يا أخي ذاتي يلوش شكون يجيب شي تفرج معهم بعد فهمت اللي البر ما يمشيش جيش كون تكنيسي عمل انترفنسيون باقي شيء دخلوا توا يتبعوا الكابل مقطع كأنه داخل الفيستيارات الداخل ثم حاجة الداخل ما نعرفش شيء بالضبط لأنه للتوضيح للتوضيح حتى في لقطة ضربة الجزاء وقت اللي تم الفار شفت المسؤول على البث اللي يعطي البرودكسيون بتاع الصورة الانتاج التلفزي شفته جاي يجي للفار باش يثبت فيه يمشي ولا لأنه كان وكأنه كان عندهم شك من الأول اللي تم الفار تقريبا ما يمشيش عاد وقت عاد كان بدات المباراة والفار ما يمشيش وما قالوش عاد وقتها خيبة المسعى المهم تو الحكم واقف قدام التلفزه نتاع الفار الشاشه نتاع الفار واقف يستنى ما عادش ينجم لا يلغي القرار بالرجوع للفار لا يواصل اللعب لانه في كلتا الحالتين باش تصير مشكله كان باش يرجع ملعبيه الملعب التونسي باش يعملوا مشكله بالطبيعه يقول لك لا شوف الفار ومن حقهم يثبتوا في اللقطه هذا بالطبيعه باش يقول لك لا واذا كان باش يقعد يستنى يمكن تشوف الليميسيون اليوم ريكاب فور واحنا ما نعرفوش شنو القرار يا خويا ما يحلها كان عادل زهمول لقطت هذايا عادل مرحبا من جديد تضحك جوك عاد ماذا بيك واقفه الصوره واقفه خليني انا برك نخرج الاثار تفضل عادل شنو اللي تفاهم اللقطه هذه اللقطة هذه فما شك متاع ديفونسور تمت عليه بتاتر معناها فوت حتى عاود معناها شوفه ديفونسور اللي في القدام اللي باش يشوت الكورنير يعني على البرمي بوتو اسكو اكتيحة متاعه كانت فعل متاع الاتاكون ولا لا هاي مرة أخرى يعاودوا فيها ولا فما بوسكيلات رودريغيز زي رودريغيز ومدافع الملعب التونسي هو طيح ولا طاح واحد وهذه هي هذه مره اخرى فهمني من الكوتي الاخرى فوالا هذيك هي
فهمني اسكو هذه معناها سيتي اون فوت بون ليجير ولا خويا خاطر تو قاعد تشوف التصويره انت رابيد توا هذيك فهمني ما نعرفش انا قاعد تشوف في فوت انت توا نعم؟ الصوره مزروبه وماهيش قريبه ياسر باش نجمو نحكمو ماشي واحد هو نورمالمون باش ينحي البونت معناها توا ولا خاطر فوت وروش انا عنده عنده لو كوراج فهمني باش ياخذ قرار وحده معناها امير لوسيت توت فاسون توت فاسون اعلن على فوت على الاتاكون تاع الاسبيرونس وترجع نتيجه واحد بلاش وين غلط الكاميرا ب 12 كاميرا فار ودنيا وهيك تتفرج معناها شنو النجم يصير هذا كان يثبت حاجه يثبت انه قد ما نزيدوا الكاميراوات راه حاجتنا العدل زامول معناها تقعد ديما قاعد حتى ذي تتزفر وما تتزفرش زاد راه الا تتزفرها يا وليد ها ما تتزفرش ما تزفرش الفوت هيك فوالا معناها عادل زامول البونتو البينالتي مش صحيحه والبونتو صحيح البينالتي مشكوك انا نقول لك مشكوك فيها فهمني القانون واضح على الاخر مانيش انا نتكلم القانون هو اللي يتكلم هذا هو شكرا اما كل واحد ورايه هو اسمع اللي قال ضربه جزاء شاف انه الملاعب مشى ساق لاتاكون وانا ما شفتش معناها الملاعب مشى ساق لاتاكون معناها سيتي حاجه عاديه معناها بربي شكرا ليك عادل زامور يعطيك صحه على الاضاحات هذه هاي وليد ونمشيو نكملوا الماتش والله فيسا أيه. معناتها شو علاش قلت لك انا راني ساعات معناتها وعادل تبارك الله عنده معناها معناتها كامل حاجات عنده معناها لي سورس تاعو ومتثقف معناها ويعرف ليزربيتر في العالم الكل واقوى اربيتر في العالم اللي هو كولينا اللي قاعد معناها يحكي على اللقطات هذيه في العالم مش كان في تونس احنا نسميه قدام سمعته يتكلم على الحاجات هذوما في السرفاس اللي يبداو هكا ليتيجوز مسه وما مسوش وسمعته وفهمته بالكدا والدوغري نتاع مع الكونتاكت في السرفاس اسكو ما فما اغريسيفيتي ما فماش كونتاكت ليجي مش ليجي وقت اللعبه غادي وقت الاربيتر الصحيح والقوي والذكي واللي عنده عين يزمو يحكم عليها اللقطه كيما القانون بالضبط مش مشعول انت مشعول بش والله فيها وعليها ليه خوي يا زفرها يا نحيها هذا هو 12 دقيقه وقت ضايع يزيدوا من الحكام نمشيو لاحمد عدالة نكملوا مع اللقطه ذي وسام ابو قره وبوكيا ومخالفه قريبه الفايت الترجي دي تونسي احمد عندك الكلمه من جديد مخالفة تقريبا شكرا حيدر مخالفة تبع تقريبا 20 متر ثم بوكيا ثم بوغيرا ينفذها لكن ترجع للديفونس تخوي اخوها أمار الكرة يحاول يبني الهجمة تتفك مرة أخرى من غيلان الشعليلي والكرة رميت تماس للملعب التونسي 12 دقيقة كما قلت انت وصلنا دقيقة 90 زائد 2 توا في ملعب حمادي العقربي برادس والكرة رميت تماس للملعب تتفز ويتحصل مرة أخرى ترجع كرة للترجي التونسي تقايب شيخ وقته بش ينفذ رميت التماس رمي التماس للترجي الغازي التونسي يخليها رمي التماس نفذها محمد بن علي اللي كان جاب ضربة الجزاء اللي سجل بها هدف المباراة الوحيد ياسين مريح ثم بوكيا يطلب كرة يحاول يعطيه لا تمشي رودريغيز ياخذ كرة بس يدور بها يربح مخالفة عشان تحب نكملوا المخالفة حيدر مع بعضنا نكملوا معاك ومازال عندنا دقيقة تقريبا الأقل شوية نكملوا معاك واضح تمشي المخالفه للترجي الرياضي التونسي كالعاده تلقى يخلي الكره لبن علي ثم بوكيا من هنا على اليمين وثم بن علي يعطي الكره لغيلان الشعليلي ترجع كره لبن علي بن علي يعطي كره لبوكيا يا اخويا رمي لكن الكره خرجت قبل ما يمسها هو رمي التماس للملعب التونسي ثم نضال العيفي باش ينفذ رمي التماس يعطي لنداو في الاخير في الفعل نضال العيفي ترجع له الكره يبريس عليه غيلان الشعليلي يمشي رودريغيز ترجع كره لغيلان الشعليلي غيلان يعطي كره لبوكيا بوكيا ثم بن علي يطلب كره لا يرجع غيلان شنو يعمل بالكره يرجع تيلي بكل الكره عند مين توغاي يبدل الكره كومبليتوم من جهه اليسرى لدفاع الترجي الرياضي التونسي لتمشي الكره لبوغرا نكملوا الهجمه هذه فقط حيدر بوغرا ما سمحت شيء هذه هي اذا 90 زائد 3 والترجي الرياضي التونسي متقدم هدف لصفر ضد الملعب التونسي في اولى جولات البلاي اوف
بونتو وياسين مرياح من ضربة جزاء مازال 9 دقائق في الوقت البديل للاسف. المفروض انه راهو ناخذوا في التصريحات ولكن كملنا ريكاب سبور من غير ما نكملوا المقابلة هذيا. ما عادش عندي برشا وقت وليد ونحب نقول لك كل عام وانت بخير. دونك نقول وليد كل عام وانت حايب الف خير. وليد يشري طارق ما عرفش وقتاش الحقيقة، وأخويا ذكرني قل لي وقت اللي يجي عيد ميلادك خويا. يعطيك صحة طارق سالم.